معسكر صحن الجن يتعرض لهجوم جديد. هذه المرة أصابت صواريخ وربما طائرات الحوثيين مخازن في المعسكر الحصين. تسبب أحدث هجوم ينفذه الحوثيون على هذا المعسكر في انفجارات استمرت لأكثر من نصف ساعة تقريباً، وأحال الظلام مأرب إلى نهار، وتحول معها المعسكر الذي كان يحمي المدينة إلى مصدر للقذائف التي تساقطت في حي النسيم المجاور وفي الأحياء الشرقية لمدينة مأرب، وتسببت في نزوح المئات من سكانها. تصريح يتيم صدر عن مصدر عسكري حاول التقليل من تأثير هذا الهجوم، وأوضح أن مقذوفاً أطلقته ميليشيا الحوثي وسقط على أحد مخازن الخردة ومخلفة الحرب الذي يحوي كميات من الألغام التي تم نزعها وتجميعها تمهيداً لإتلافها وتفجيرها. وقد تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن سقوط المقذوف، وليس هناك أي خسائر في الأرواح. هذه الصياغة المستعارة للبيان من الإعلام العسكري السعودي تشير إلى أن التحالف هو الذي يتحكم بالمعلومات المتصلة بالهجوم على معسكر صحن الجن وأوقع كل هذه الخسائر في الأسلحة التي كان يفترض أن تؤول للجيش الوطني إذا ما قرر التحالف دعم معركة حاسمة مع الحوثيين. لا يبعد المقر الرئيس لمعسكر التحالف عن صحن الجن، ما يعني أن الهجوم كان يفترض تفاديه إذا ما تم تشغيل منظومة الدفاع الجوي الباتريوت في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن ما إذا كان الحوثيون قد نفذوا هجومهم بصاروخ أو بطائرة مسيرة، خصوصاً أن دفاعات المعسكر كانت تتعامل مع إحدى هذه الطائرات استناداً إلى شهود عيان. على مدى الأيام الماضية وصلت إلى هذا المعسكر تعزيزات عسكرية وصفت بالكبيرة، وسط توقعات بأن تلك الأسلحة كانت تهدف إلى تعزيز المعركة الدائرة مع الحوثيين في تخوم مارب والجوف، وفيما لا تتوفر معلومات بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة هي المستهدفة بأحدث الهجمات الحوثية على مارب، فإنه من غير المستبعد أن تكون قد ذهبت من جملة الخسائر الفادحة لهذا الهجوم. مارس التحالف طيلة السنوات الماضية تقنيناً متعمداً على مستوى الإمداد المستحق للجيش الوطني من هذه الأسلحة والذخائر، الأمر الذي أضعف الموقف العسكري لهذا الجيش وحال دون مواصلة المعارك وتحقيق المزيد من المكاسب أو الحفاظ على ما تم إحرازه منها خلال مواجهات راح ضحيتها المئات من أفراد هذا الجيش.